أقيم في كنيسة مار شربل المارونية بعمان قداس احتفالي وأمسية روحية بمناسبة عيد القديس شربل واختتام اليوبيل 25 لتأسيس الرعية المارونية في الأردن. ترأس القداس قدس الأب جوزيف السويد راعي الكنيسة بمعاونة الشدياق سنان سلامة، بحضور سعادة السفير اللبناني في الأردن يوسف رجي والدكتورة بسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية وأخوية مار شربل وعائلات الرعية. وفي عظة القداس تحدث الأب سويد عن سيرة القديس شربل وعن حياته التي امتلأت بالفرح والتعزية لقربه من الله، مجدداً على أهمية الصلاة التي تعتبر الطريقة الصحيحة نحو القداسة. وقد تخلل الاحتفالات تراتيل أحياتها جوقة كنيسة مار شربل ضمن أجواء إيمانية سادت أوساط الحاضرين. وبعد القداس أحيا المرنم فارس عباسي أمسية ترانيم روحية مفعمة بالفرح والسرور. وفي ختام الأمسية كرم الأب جوزيف السويد راعي الكنيسة المرنم فارس عباسي على مشاركته في الاحتفال. يا قديس من عنا يا شربل صلي عنا، ضويت سراجك بالمي، طول عتم بموطنا، تلي والوادي أهلي وبلادي، قلتنا منصلي لك يا شربل انت منا، يا قديس من عنا يا شربل صلي عنا، ضويت شربل